بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما أفنينا سنينك قصة. معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني، سلام وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في اماني، سلام وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، سواء بيتصلوا بينا تليفونيا او بيرسلوا لينا رسائل اس ام اس التليفونيه او بيرسلوا لينا الخطابات، بنقدر خطاباتكم، او بيزوروا موقعنا. النهارده قصتنا عن طريق صديق شاركنا بقصته في موقع حياتك في قصه، فاختيرت هذه القصه نجحت وفازت انها تكون حلقه من حلقات حياتك في قصه. اتمنى انك تشاركنا زي المشاهد شادي سمير الصدي من بيروت لبنان، من عكر ببيروت لبنان. بيحكي في قصته، بيقول لما كنت أنا صغير كنت أروح مع أمي، هي كانت مهتمة جدا بالناس العجزة، إن كانت في امرأة عجوز بتروح لها علشان تساعدها. بيقول كنت أذهب مع أمي عند جيرانها العجزة، وكانت أمي تهتم بالعجزة، تقدم لهم الرعاية الكاملة من طبخ الطعام، تنظيف البيت، أعطاء الدواء لهم، الاهتمام بشكلهم الخارجي، وكانت أمي تفعل هذا دون مقابل، خدمة للرب. ولما كنت أنا معها كنت أساعدها وأهتم بالعجزة. بعد مرور الوقت وصرت أنا دلوقتي شاب سن 22 سنة، اتزرعت فيا هذه العادة الرائعة، فصرت أيضا أخدم العجزة. وبيحكي في قصته عن كذا واحد وحدة سنهم كبير مش بيقدروا يروحوا بيساعدهم، حتى قال انه بيساعدهم بينظف ليهم لبسهم، بينظف ليهم جسمهم وبيلبسهم، وحتى بيقلم اظافرهم، بيعمل اعمال تبدو صغيره لكنها مهمه جدا لهؤلاء العجزه. وبيقول صلوا لاجلي علشان كل املي في الحياه ان يكون ليا مكان زي بيت مسنين اساعد هؤلاء العجزه. يعني بقي عنده رؤيه لان امه ربته على هذا الامر. ثم اذكر المشاهد شادي سمير هذه الكلمات، بيقول اتمنى ان تخصص حلقه خاصه من حياتك في قصه لكي كل ولد او بنت يحترم جدته او جده او العجوز جاره، يقدم لهم المساعده ان كان قادر على هذا. وشكرا لكم، وأترك لكم هذه الآية: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، هذه قصة اليوم، الديانة الطاهرة. الديانة الطاهرة كما كتب لنا صديقنا شادي سمير هي أني أهتم اهتمام خاص بالآخرين. سأستكمل معك هذه الحلقة الرائعة اللي خصصناها لمساعدة الناس العجزة، مساعدة الناس الأكابر من قرايبنا، في كلام مهم جدا في القصة دي، بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة اللي هتكون مدخل لينا لتكملة هذه القصة. ابقى معي إلى بعد الترنيمة. ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، وجهك يسير بي، منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني. في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي.
تعملوا دوما لخير بل لراحة الفؤاد. واثق فيك يسوع طائع ولا عنا في الطريق أنت لي أنت سيدي الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي العلي. وسندي تبقى حبيبي غربتي فيها الأمان يدك تجتاز بي في مضايق الزمان في الطريق أنت لي أنت سيدي الوفي وجهك يسير بي منك عزيمتي حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي أنت إلهي يا العلي أنت إلهي يا العلي. عزيزي المشاهد عزيزاتي المشاهدة، في الطريق في الطريق الرب خيري وسندي، لكن الرب أيضا يريدنا أن نكون نحن خير للآخرين. قصتنا النهاردة بعنوان الديانة الطاهرة. الديانة الطاهرة عند الله افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم. هذه القصة التي أرسلها لنا شادي سمير رغم أنها بسيطة، أن مامته كانت بتاخده هو طفل ومجانا تساعد الناس العجزة، هو اتزرع جواه وبيساعد العجزة وقال خصصوا حلقة لكده. وإحنا كمان في برنامج فريق حياتك في قصة قلنا لازم نخصص حلقة لكده. ليه؟ لأن في أجزاء كتيرة في الكتاب بتتكلم عن أهمية مساعدة الأهل، الناس الكبار من أهلنا، بابا وماما وجدي وجيراني. قبل ما أقرأ لك بعض هذه الآيات بتذكر كنت مسافر في القطار وجي واحد سألني، قال لي أنت الخادم؟ قلت له آه. قال لي ممكن أسألك في حاجة؟ قلت له آه. قال لي إحنا اتنين إخوات، أنا وأخويا، زي قصة أخويا سمير ده، أنا وأخويا بس عندنا أمنا مشلولة. قلت له أيوة. قال أنا وأخويا مشاركين بعض في محل بيبيع الأقمشة. قلت له كويس. قال أنا مسيح حقيقي، صح، وأخويا برضو مسيح حقيقي، كويس. قال لي أنا ما بروحش الكنيسة خالص رغم أني مسيح حقيقي. قلت له ليه؟ قال عشان بساعد أمي، أمي بروح لها كل يوم، لازم بالليل أكلها شربها نيمها أديها الدواء. أخويا خادم متفرغ بيلف بس عمره بيجي لأمي، مين صح، أنا ولا أخويا؟ صدقني ده اللي حصل معايا في القطر. أنا اللي ما بروحش الكنيسة خالص وبعتني بماما، ولا أخويا اللي بيلف البلاد ويزور وسايب أمه وما بيعتنيش بيها ولا بيزورها، مين صح؟ قلت له من جهه مين صح؟ طبعا انت صح بس مش صح قوي، يعني ما تزعلش مني، انتوا الاثنين غلط. قال لي ازاي؟ قلت له انا مش معقد، انت صح طبعا 100%، بس كان ممكن تلاقي وقت تروح الكنيسه برضه، تقدر تعمل في اولوياتك انك تسيب محلك شويه وتروح الكنيسه. اما اخوك، ويا ريت يكون بيشاهدني وانا مش بنتقده، اما اخوك فده بالظبط زي الكاهن واللاوي في قصه السامر الصالح. في إنجيل لوقا 10 حكى المسيح القصة، راجل نازل من أورشليم لأريحة وقع بين لصوص عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت، راجل عاجز زي العجزة اللي بيتكلم عنها أخونا سمير في قصته. وبعدين في كاهن يهودي معدي بص عليه قال أنا ألمس ميت أو مجروح وما أقدرش أقدم ذبائح؟ لا. وراح يقدم الذبيحة الكاهن
بتاع العهد القديم. وبعدين راجل من اللاويين اللي بيخدموا في خيمة الاجتماع، أنا أتنجس بهذا الرجل؟ لا، أنا أروح علشان خاطر أخدم في خيمة الاجتماع. واحد عدوه سامري جه ونزل على دابته وضمت جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وحمله، ورد الرب يسوع وقال: ايه رأيكم مين من الثلاثة يكون قريبه اللي عمل الصح؟ قال: الذي أظن انه صنع معه الرحمة. المثل ده بالذات السامري الصالح، الغرض منه اني قبل ما اخدم الآخرين علي اخدم اهلي. هقرأ لك انا الكلام ده، يا ريت لو معاك كتاب مقدس طلع معايا في رسالة تيموثاوس في الأولى وصح 5:3. بص بيقول ايه: اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. وبعدين بيقول: أوصي بهذا الكلام، يعني الكلام اللي بعته لنا في قصته سمير، شادي سمير، ده كلام حقيقي. بص بيقول: أوصي بهذا لكي يكون بلا لوم، وإن كان أحد، أيوة، لا يعتني بخاصته. يعني واحد بيقول أنا بخدم ومش مهتم بأبوه وأمه وجيرانه والناس العجزة دول. إن كان أحد لا يهتم بخاصته ولا سيما أهل بيته، قرايبك، أصحابك، جيرانك العجزة الكبار في السن أو المشلولين أو التعبانين أو المرضى في بيتك حتى لو كانوا صغيرين في السن، فقد أنكر الإيمان. ده مش أنا اللي بخترعه، ولا سمير ولا شادي سمير الصدي بتاع لبنان، لا لا لا، الكتاب بيقول قد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. يعني هذا إذا حدث من إنسان وثني كافر غير مؤمن يعتبر شر، فكم وكم يكون شيء صعب جدا إن حدث هذا من مؤمن لتكتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة. هقرأ لك الكلام اللي قاله الرب عن يوم اسمه دينونة الأحياء في إنجيل متى صح 25، بيقول كلام كده: فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك الذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي رس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لإني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت عريانا فأويتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، الديانة الطاهرة، محبوسا فأتيتم إليه. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ اسمع. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. والعكس يقول الذين على اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، إني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني. يعني وانت بتقدم خدمة للعجزة دول كأنك بتقدمها للمسيح. ده كلمة الله. إلا لو انت عايز تهرب من الاهتمام بهؤلاء، كل صلاتي أن نفعل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان، ولا سيما لبيوتنا. أتركك في كل خير في حلقة قادمة مع برنامج حياتك. في الطريق الرب خيري وسندي، لكن الرب أيضا يريدنا أن نكون نحن خير للآخرين. أني قبل ما أخدم الآخرين علي أخدم أهلي. إن كان أحد لا يهتم بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. يعني وانت بتقدم خدمة للعجزة دول كأنك بتقدمها للمسيح. حتى حين أضعف يدك تردني في الطريق أنت لي.